عشية أول أيام شهر رمضان وفي القيروان على رمزيتها الدينية والتاريخية، تضرب العلاقات التونسية السعودية موعداً جديداً في تكريس علاقات التضامن والإخاء عبر إسناد أكثر من 400 مسكن اجتماعي، وسيتم توزيع 4000 مسكن تباعاً بمختلف محافظات الجمهورية التونسية خلال الفترة القادمة بتمويل من قبل المملكة العربية السعودية في إطار علاقات التعاون التونسي السعودي في المجال الاجتماعي الذي يشمل تمويل السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى تمويل المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز بمحافظة القيروان وغيرها من المشاريع. توجه بجزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية، موجود معنا سعادة السفير اللي مولت المشروع هذايا، وهذايا معناه يدخل زادة في إطار العلاقات الاستثنائية والعلاقات الاستراتيجية والعلاقات الأخوية خاصة اللي تجمع شعبينا. مجموع ما قدمه الصندوق السعودي للتنمية من المملكة العربية السعودية للشقيقة تونس يتجاوز 1,700,000,000 دولار. المملكة لازالت تمضي قدما في دعم الشقيقة تونس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نتمنى إن شاء الله في المرحلة القادمة ونتطلع إلى اكتمال ما هو تحت التنفيذ. تسليم المساكن الاجتماعية 331 لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين أدخلت الفرح على قلوبهم. بالنسبه لي انا طول عمري نحلم اللي يولي عندي دار، من خاطر ظروفي مطلقه وامي مطلقه عايشه معايا وكاريه، ما نجمش معناتها عندي ما نجمش ظروفي ما تسمحلي باش نشري ونبني. نشكر تونس، نشكر السعوديه، نشكر الشعب نتاعنا، نشكر الحكومه. تسليم هذه الوحدات السكنية يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وهي امتداد للمشاريع التي تمولها المملكة في تونس منذ سنة 1975 من خلال قروض أو هبات. وليد عبد الله، العربية، تونس.